أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى بانوراما إخبارية شاملة على شاشة النيل الأخبار. مرحبا بكم وإلى التفاصيل. أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن الإرهاب بات خطرا داهما يهدد دول العالم أجمع وينتشر من خلال نشر الفتاوى المضللة والأفكار المغلوطة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وأشار علام خلال كلمته في افتتاح مؤتمر دور الفتوى في استقرار المجتمعات إلى أهمية دور العلماء والفقهاء في مكافحة الإرهاب من خلال مواجهة هذه الأفكار المتطرفة ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة. وإذا كان العالم بأسره ينتفض الآن لمحاربة الإرهاب، فإنه ينبغي على أهل العلم وحراس الدين والعقيدة من أهل الفتوى والاجتهاد أن يعلموا أنهم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، ألا وهو ثغر تصحيح المفاهيم المغلوطة وصد الأفكار المتطرفة ونشر قيم الدين الصحيحة السمحة. وجهادنا في ميدان المعركة لا ينفك لحظة عن جهادنا في ميدان الفقه والفكر. وأما على الصعيد العالمي والدولي، فلا شك أن الإرهاب يسعى لفرض سيطرته وبسط نفوذه على عقول العامة والشباب عن طريق نشر الفتاوى المضللة والأفكار المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، مما كان له الأثر السيء في نشر العنف والفوضى وتهديد السلم والأمن في كثير من بلادنا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف. شيخ، بعد التحية، كيف ترى أهمية الكلمات التي تحدث فيها مفتي الديار المصرية الشيخ شوقي علام عن أو في هذه الجلسة الافتتاحية من المؤتمر؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين. بداية تحياتي لحضرتك ولزميلتك العزيزة ولمشاهديك الكرام في كل مكان. بالتأكيد يأتي انعقاد هذا المؤتمر وتلك الكلمة الواضحة البينة لكي يدرك العالم أن مصر هي من تتصدى تحتها في مواجهة التيارات الظلامية التي أرادت أن تبدد وأن تغير في دين الله سبحانه وتعالى. وهنا كان لزاما على المؤسسة الدينية الأزهرية ممثلة في دار الإفتاء المصرية أن تتحدث مع العالم، وتلك هي الكلمات التي أكد فضيلة المفتي أن دور المجتهد ومن يتصدى للإفتاء أولا مطلوب منه أن يوفر للناس حلولا لمشاكلهم وردا على أسئلتهم، الأمر الآخر أن يكون كل هذا الرد موافقا لما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والكلمة أكدت أن العودة إلى النبع الصافي، إلى العلماء، إلى أهل التخصص الذين أفنوا أعمارهم في معرفة الحلال من الحرام والحسن من القبيح، الذين أنزل الله قرآنا يتلى يقرؤونه على مسامع الناس، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله لم ينزل الشريعة لكي نشقى بها، ولا لكي يقتل خيرة أبناء الوطن، ولا لكي نرى هذا الفكر الظلامي، ولكن جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها الله تعالى بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. طيب، من يتصدى للإفتاء ملما بقضايا الأمة بأوجاع الأمة، هذا هو المطلب الذي أكد عليه فضيلة مفتي الديار المصرية. مؤتمر هذا العام فضيلة الشيخ يحمل عنوان دور الفتوى في استقرار المجتمعات، في رأيك ما هي التوصيات أو النتائج التي ربما تتمخض عن هذا المؤتمر في عامه الثالث؟ بالتأكيد أول هذه التوصيات لابد وأن يفعل فقه الواقع، وفقه الواقع أمر هام أن نقف أمامه وأن يدرك الأئمة والعلماء أن الدنيا تتغير من حولنا، وأن العالم مطالب بمزيد من البحث والدراسة
لكي يستطيع أن يوفر لأبناء الأمة مناخا فكريا صحيحا يستطيع فيه أن يأمن، وأن يركز أيضا على قضية التعايش الآمن بين أبناء الأمة الواحدة. فالله تبارك وتعالى أنزل قرآنا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليكن بينكم المودة والوئام بدلا من التناحر والخصام. يا أيها المختلفون جنسا ولغة المتفرقون شعوبا وقبائل اعلموا أن أصلكم واحد وكلكم لآدم وآدم من تراب. إن النظر إلى ما يحدث الآن على الخريطة العالمية يدرك أن هناك ظواهر سلبية وتحديات أمام الإسلام كظاهرة الإسلاموفوبيا، وكلها من الظواهر المصطنعة كما فعلت داعش وغيرها من تلك الفرق التي قال الله في حقها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نحن بحاجة إلى نبذ المذهبية البغيضة، إلى التعاون، إلى الاعتراف بالآخر، إلى أن ندرك أن سماحة الإسلام الله تبارك وتعالى نعم. هو من أرادها وهو من أمرنا بتبليغها. نعم، شكرا لك شيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، كنت معنا عبر الهاتف. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا سيادة الدكتور عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية. دكتور عبد العزيز، مؤتمر دور الفتوى في استقرار المجتمعات بمشاركة أكثر من 60 دولة، كيف ترى أهمية المؤتمر في هذه المرحلة الدقيقة في ظل ما طرحه السادة المشاركون من كلمات تضمنت أهمية وخطورة الفتوى الحالية ومدى انضباطها والذي يعمل على استقرار أي مجتمع وعلى الحفاظ على أمنه وسلامته؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن هذا المؤتمر الذي يجمع علماء أكثر من 60 دولة يأتي في وقت ليس هناك دولة بمنأى عن الإرهاب. فالإرهاب الأسود وصل من أقصى البلاد إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها، ولم يعد محصورا في منطقة بعينها، بل أن الذين صنعوا الإرهاب هم الذين يكتوون الآن بنار. من المعروف أن الفتوى تلعب دورا كبيرا إما في الاستقرار أو في عدمه. فالذي يقوم بالتفجير والذي يقوم بالتدمير والذي يقوم بمهاجمة المنشآت ومهاجمة الأفراد هو يعتمد على فتوى خاطئة مضللة من شيوخ الفتنة وشيوخ التشدد ومن المأجورين لبعض البلدان التي لم تعد خافية على أحد وانفضح أمرها وانكشف سترها أمام العالم كله. دعيني أقول أن كلمة فضيلة الإمام الأكبر كلمة جامعة مانعة، صحيح، من أقوى الكلمات وأكثرها صراحة، وتعتبر ميثاقا يهتدي به العالم كله في ضبط الفتوى، لأننا لو استطعنا أن نضبط الفتوى من حيث المضمون من حيث وسائل الإعلام ومن كل الجوانب أعتقد أن نحن من السهل السيطرة على المتشددين فكريا والذين يعتمدون على فتاوى خاطئة دون النصوص عن سياقها وعن زمنها التاريخي، وبالتالي يستطيعون أن يجندوا أعدادا من الشباب. وغالبا ما نجد هؤلاء ليس عندهم ثقافة دينية وليس عندهم أي شيء غير أنه إنسان مصيب مغيب يستطيع هؤلاء العلماء علماء الدواعش أن يسيطروا على عقل وأن يوجهوه كيفما شاء. فضيلة الإمام برضو أشار إلى نقطة مهمة جدا
إلى الأعمال التي تسيء إلى رجال الدين، الأعمال الفنية صحيح. التي تسيء إلى علماء دين الإسلام. وتحدث عن أن الإسلام يتعرض حاليا لهجمة نكراء لم نجدها في أي ديانة أخرى، ولا تتعرض بالتأكيد. لها أي ديانة أخرى. نعم بالتأكيد. وهناك أيضا يعني إنشاء قسم للفتوى، هذا يعتبر أيضا من الأمور التي يعني نحن جميعا في احتياج إليها. لو استطعنا أن نخرج جيلا قويا علميا متدربا منذ الصغر على الفتوى والإفتاء، هذا سيساهم كثيرا في التضييق على هؤلاء الإرهابيين. طيب دكتور عبد العزيز، أيضا تم الحديث بشكل مباشر وصريح من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر في كلمته القوية عن دور ومسؤولية الجهات والهيئات المنوط بها إصدار الفتاوى ومراقبتها في متابعة هذه الفتاوى التي تنتشر الآن بشكل يسيء إلى الدين الإسلامي ولا يمت بصلة إلى صحيح تعاليم الدين الإسلامي ومبادئه السمح. طبعا بالتأكيد هذا موجود، ولكن يعني دعيني أقول أن هذه المؤسسات تحتاج إلى تشريعات قوية حاسمة وسريعة لكي يعني يكون لها دور. نعم المؤسسات الدينية ترصد وعندها جهات بأكثر من لغة الفتاوى وتتابعها وتطاردها وتقوم بالرد عليها، لكن نحن نريد أن يكون هناك قوانين تعاقب، وهذه القوانين لابد أن تكون صارمة وحازمة وقوية. كل من يتعرض للفتوى وهو ليس مرخص له بذلك، نجد أن كل الأمور ممنهجة ولا قوانين، ولا يستطيع أحد أن يمارس الطب وهو غير مرخص له، ولا أن يرى المحاماة ولا الهندسة. كل الأمور المدنية لها قوانين وقوانين صارمة، إلا الإفتاء ليس لها قانون صارم، هي كل مباح للجميع، وهذا هو الذي أوقع العالم كله في هذه المشاكل التي نشأت أصلا عن الفهم الخاطئ لبعض النصوص وعن تسييس الفتاوى وتوجيهها نحو تحقيق مخططات عالمية لتدمير المنطقة العربية. شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية. من جانبه أكد مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان على أهمية دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين ومكافحة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة. وشدد دريان في كلمته في افتتاح مؤتمر دور الفتوى في استقرار المجتمعات على أن دور هاتين المؤسستين العريقتين لا يقتصر فقط على مصر، وإنما يمتد إلى الوطن العربي وكافة الدول التي ينتشر فيها المسلمون. إن الأزهر الشريف ومعه دار الإفتاء المصرية لا يزال وسيبقى مرجعا عربيا وإسلاميا كبيرا، ليس في مصر فحسب، وإنما على مساحة الوطن العربي ودوله، وعلى امتداد دول العالم بأسرها، حيث يشكل المسلمون نسبة كبيرة من سكان العالم الذين يحملون رسالة الإسلام السمحة في الوسطية والاعتدال والرحمة والمحبة والقيم الخلقية والتآلف الإنساني. وخلال كلمته في المؤتمر أشار رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي محمد مطر الكعبي أن حالة الفوضى التي تعاني منها عدد من الدول الإسلامية أدت إلى ظهور تنظيمات وجماعات إرهابية تتخذ من الفتاوى الشاذة التي تصدرها تبريرا لجرائمها. وأكد الكعبي على أهمية الفتوى في ظل الظروف الراهنة لتصحيح الأفكار المتطرفة والتي أصبحت أداة لتدمير المجتمعات. ويعد موضوع الفتوى في غاية الأهمية في عالمنا المعاصر، إذ تعاني عدد من الدول الإسلامية حالة من الفوضى أدت إلى ظهور تنظيمات ومكونات إرهابية
تتخذ من الفتاوى الشاذة التي تصدرها ذريعة لتبرير جرائمها وإرهابها، حيث يقومون بنبش الفتاوى الشاذة وغير المنضبطة من بطون الكتب، ويعزلونها عن سياقها الديني وظرفها التاريخي، ويفتون بها في غير زمانها ومكانها وظرفها، وينجم عن ذلك تدمير البلاد وإزهاق الأنفس وخراب المجتمعات وفقدان الاستقرار وضياع الازدهار وتشويه الصورة الحضارية للإسلام الذي يدين به مليار ونصف المليار من سكان كوكب الأرض. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر انعقاد المؤتمر مراسل النيل رمضان المطعاني. رمضان، أولا بعد الجلسة الافتتاحية الأولى للمؤتمر، كيف رصدت ردود فعل الحاضرين لهذه الجلسة بعد الكلمات التي ألقاها مفتي الديار المصرية وأمين عام رابطة العالم الإسلامي وأيضا شيخ الأزهر الشريف؟ الكلمات الافتتاحية وانتهاء الكلمة الافتتاحية كانت يعني كل الكلمات الخاصة بالمسلمين من مختلف دول العالم الإسلامي، يعني ترى أنه من المهم أن نكون هناك يعني جهة واحدة وعدد من الجهات المسؤولة عن الإفتاء هي التي يعني تتحكم في الفتوى وضرورة ضوابطها، وأيضا إلى جانب يعني الفتوى وأهميتها في المكان والزمان المناسب، يعني وألقوا الضوء على بعض الأمثلة يعني من الجماعات الإرهابية التي تنبش في الكتب القديمة وتخرج فتاوى في غير مكانها وفي غير زمانها، ما أدى إلى بعض الصور التي نراها في المنطقة العربية وبعض التفجيرات التي تحدث في ربما نقاط مختلفة من نقاط العالم. وأيضا يعني كان التشديد يعني أن تأتي الفتوى من المنبع وهي الفتاوى الحياتية التي تخص المواطنين العاديين، تلك هي البداية لتصحيح الفتاوى والفتوى أن تكون مناسبة لكل زمان ومكان. أيضا يعني الورشة الأولى التي سوف تعقد بعد قليل وهي الخاصة بيعني الفتوى وأثرها على استقرار المجتمعات، تلك الصورة التي ربما أشار إليها البعض، ربما نراها استقرار المجتمعات في بعض الدول العربية بسبب الفتاوى الشاذة التي يستغلها بعض الخارجين عن الدين للتضليل ويعني والتفجيرات التي تحدث هنا وهناك. فكانت يعني ستبدأ أولى الورشات بهذا العنوان، ويعني كل هذه الآليات على مدار الثلاثة أيام القادمة سوف يعني تطرح رؤية قابلة للتطبيق وبحث آليات التنفيذ بعد انتهاء المؤتمر مباشرة. إليك الشهاب. نعم، شكرا لك رمضان المطعني مراسل النيل، كنت معنا من مقر انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لدور وهيئات الإفتاء في العالم. وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة محمد عبد الكريم العيسى أن شتات الفتوى حول بعض الأمور خاصة فيما يتعلق بالشأن العام يعتبر مشكلة تؤثر سلبا على سلم المجتمعات واستقرارها. وأضاف عبد الكريم خلال كلمته في المؤتمر أن أثر هذا الشتات يكون أكبر في المجتمعات ذات الأقليات الإسلامية. إن شتات الفتوى وعدم زمها بقانون ضابط فعال ولا سيما ما يخص الشأن العام يعتبر معضلة تطرد سلبا ونعيا كل يوم، ولهذا أثر كبير على سلم المجتمعات واستقرارها، ولا يقتصر ذلك على مجتمعات الدول الإسلامية بل يتعداها لبلاد ما يسمى بالأقليات. فخطاب الإفتاء يحمل برسوخه العلمي وتجليات بصيرته توجيهات
توعوية للجاليات الإسلامية تكسبها الحكمة وتبعدها عن الارتجال والفوات والعجلة. ومن جانبه أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدور الذي تقوم به الفتوى في درء الفتن والإبلاغ الصادق لشريعة الله دون تزييف أو تحريف. كلمتي التي يسعدني أن أسهم بها اليوم في هذا المؤتمر المهم والذي يحظى برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، هذه الكلمة هي أشبه بنفثة مصدور أو زفرة مكلوم كما يقال، بل هي شكوى الغريب أحملها إلى أهل العلم وسدنة الشريعة وحراس القيم السماوية مما تعج به الساحة الآن من اكتساح العملة الزائفة للعملة الحرة الأصيلة في مجال الفتوى وتبليغ شريعة الله للناس، ومن تصدر بعض أدعياء العلم حلقات تشويه الإسلام والجرأة على القرآن والحديث وتراث المسلمين وجلوسهم على مقاعد العلماء في حملة موزعة الأدوار وفي جرأة ممقوتة ما أظنها تخفى على أحد ممن يضيق بهذه الفوضى وينشغل بهذا الهم الذي لا هم يفوق خطره حتى لو كان هم العيش وضرورات الحياة. بدأ وزير الخارجية سامح شكري زيارة رسمية إلى العاصمة السلوفينية لوبليانا تستغرق يوما واحدا. ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة بكل من الرئيس السلوفيني بورت باهور بالإضافة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية. ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة التوقيع على 3 مذكرات تفاهم في مجالات الشباب والرياضة وحماية المستهلك والتعاون بين وكالات الأنباء في كلا البلدين. كما يستعرض خلال اللقاءات الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة أمام الجانب السلوفيني في المشروعات القومية المصرية الكبرى. يواصل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لقاءاته البرلمانية على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية 37 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. في هذا الإطار التقى عبد العال رئيس مجلس النواب القبرصي ديمتريس سيليروس وبحث خلال لقائهما سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني. أيضا التقى عبد العال رئيسة مجلس النواب الفنلندي وتناول اللقاء دعم وتوطيد العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين. كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ عن أن الرئيس محمود عباس وقع على قرار لفتح باب التجنيد في قطاع غزة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية. وشدد الشيخ على أن قرار الحرب والسلم قرار سياسي مشترك وليس فصائليا، ولا أحد يملك حق تقرير الحرب والسلم سوى الشرعية التي تمثلها سلطة واحدة بالقانون الواحد وبسلاح واحد فقط. أضاف الشيخ أن الاتفاق الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في القاهرة برعاية مصر يشكل جسر العبور تجاه إنهاء الانقسام والوصول للمصالحة، مشيرا إلى أن الانقسام كان سلاحا بيد أعداء الشعب الفلسطيني استخدموه على مدار 10 سنوات ضده لإضعاف الشعب الفلسطيني والنيل منه. أعلنت مصادر أمنية عراقية استعادة السيطرة على أكبر الحقول النفطية في كركوك بعد انسحاب قوات البشمركة الكردية. من جهة أخرى أعلنت السلطات العراقية السيطرة على قضاء سنجار غربي نينوى ذي الغالبية الأيزيدية بعد انسحاب قوات البشمركة. وأفادت قوات الحشد الشعبي في بيان لها أن الجيش العراقي والحشد الشعبي دخلا قضاء سنجار بعد انسحاب البشمركة منه بشكل سلمي. في عملية خاطفة استعادت القوات العراقية السيطرة بشكل كامل على مبنى محافظة كركوك وعلى حقول نفطية ومطار كركوك العسكري وأكبر قاعدة عسكرية في محافظة كركوك. كانت قوات البشمركة الكردية قد سيطرت عليها عام 2014 في خضم الفوضى التي أعقبت استيلاء تنظيم داعش الإرهابي على أجزاء واسعة من شمالي العراق وغربه. ودخل قائد الشرطة الاتحادية مبنى محافظة كركوك بعدما انسحبت قوات البشمركة المسؤول عن حمايته، بينما قال متحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي إن القوات حققت كل أهدافها في استعادة مناطق من القوات الكردية في مدينة كركوك المتنازع عليها وحولها شمالي العراق.
القوات المشتركة فجر هذا اليوم الساعة 2 فجرا تقدمت القطاعات بانسيابية كبيرة، وأثناء اقترافها في منطقة فلكة تكريت وبعض المناطق الأخرى شركة نفط الشمال حصلت مواجهات من بعض المتمردين الذين حاولوا إعاقة تقدم القطاعات، وتم التصدي لهم وإسكات هذه النيران التي انطلقت باتجاه القوات المشتركة، والحمد لله وصلنا إلى أغلب الأهداف التي كان مقرر أن تصل إليها القطاعات اليوم. وجاء تقدم القوات العراقية سريعا، ما يوحي بعدم وجود مقاومة كبيرة من قوات البشمركة الكردية ونزوح آلاف السكان من كركوك خوفا من وقوع معارك، فيما يتزايد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان العراق منذ الاستفتاء على الاستقلال الذي نظمه الإقليم في 25 سبتمبر الماضي. وكانت العملية العسكرية قد بدأت على الأرض الجمعة، لكن الحكومة العراقية أمهلت الأكراد وقتا للانسحاب من الحقول النفطية ومراكز عسكرية في المنطقة، وبعد انتهاء هذه المهلة تسارعت التحركات على الأرض لاستعادة المواقع، ودارت معارك محدودة بين طرفين تخللها قصف مدفعي متبادل جنوب مدينة كركوك. وأظهر هجوم القوات العراقية إلى العلن انقساما كبيرا بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يفضل إرجاء الاستفتاء على استقلال كردستان والبدء بمفاوضات مع بغداد برعاية الأمم المتحدة، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس الإقليم مسعود برزاني منظم الاستفتاء. وتسيطر قوات البشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني على المناطق الجنوبية في محافظة كركوك، فيما تفرض البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البرزاني تفرض سيطرتها على المناطق الغنية بالنفط في شمال المحافظة وشرقها. أكد نائب الرئيس العراقي إياد علاوي أن القيادة العراقية تريد تجنب الصراع مع الأكراد، لافتا إلى أن العنف ليس السبيل لحل القضايا في البلاد لأنه يفتح الباب أمام عودة التطرف، بالإضافة إلى تدخل بعض دول الجوار في القضايا الداخلية للعراق. من جهته دعا وزير الداخلية العراقي الأكراد من مواطني محافظة كركوك بالعودة إلى مناطقهم بالمحافظة، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية لن تفرق بينهم وبين أي من أبناء الشعب، وذلك في أعقاب إعلان القوات العراقية سيطرتها على مدينة كركوك. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تنحاز لأي طرف في الأزمة بين الأكراد وحكومة بغداد للسيطرة على محافظة كركوك العراقية. أضاف ترامب أن بلاده أقامت علاقات جيدة مع كلا الجانبين، وكان ترامب أعلن خلال حملة الانتخابات الرئاسية أنه يعارض وجود الجيش الأمريكي في العراق. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد السيد درغام الزايدي مدير وكالة المدائن 24. سيد درغام نرحب بك، وكيف تتابع تطورات الوضع في مدينة كركوك ميدانيا وسياسيا؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام والزملاء في الاستديو. نعم سيدتي الكريمة، حقيقة الوضع في كركوك هو في ترقب حذر وانتحار البشمركة نتيجة تقدم القوات العراقية أثار حفيظة الكثير من المراقبين، حيث أن في أربيل هناك يقبع قادة تنظيم داعش الإرهابي الذي ادعى مسعود أنها عوائل، مجرد عوائل سحبت من سهل دينوى ومن الحويجة، لكنهم سرعان ما وردتنا معلومات وقد نشرناها ليلة أمس أن هؤلاء العناصر تم زجهم في مدن مثل طوز خرماتو وبعض المدن الأخرى التابعة لكركوك وصلاح الدين، وقاموا بعمليات انتحارية ومقاومة بحجة مقاومة الحشد الشعبي الذي دخل مع القوات العراقية. شكرا جزيلا السيد درغام الزايدي مدير وكالة المدائن 24. أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية أنها باتت تسيطر على مدينة الرقة، أبرز معاقل تنظيم داعش الإرهابي في البلاد. وتمكنت الميليشيات من تحرير مستشفى الرقة ودوار النعيم الذي كان يستخدمه داعش سابقا كمسرح لعمليات الإعدام والصلب وتنفيذ العقوبات أثناء سيطرته على المدينة. أكد الجيش الأمريكي مقتل عشرات المقاتلين من تنظيم داعش في أول غارات نفذتها طائرات من دون طيار ضد التنظيم في اليمن
على معسكرين لتدريب عناصر تنظيم داعش وسط اليمن. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن تنظيم داعش يستخدم المعسكرين في محافظة البيضاء لتدريب المقاتلين الجدد على استخدام الأسلحة وراجمات الصواريخ. وأشار البنتاغون إلى أن التنظيم استغل مناطق غير خاضعة لسلطة الحكومة في اليمن للتآمر والتحريض والتجنيد لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها في مختلف أنحاء العالم. قتل نحو 15 شخصا على الأقل وأصيب 40 آخرون بينهم نساء وطلاب وشرطيون في هجوم على مجمع غارديز للشرطة جنوب شرق أفغانستان. وأفادت وزارة الداخلية أن مسلحين مزودين بسترات ناسفة وأسلحة خفيفة اقتحموا المعسكر بعد تفجير سيارة مفخخة، ولا يزال الهجوم جاريا حتى الآن. وأعلنت حركة طالبان تبنيها للهجوم المستمر في تغريدة للمتحدث باسمها على تويتر. يضم المجمع مركز تدريب القوات الخاصة بالشرطة الوطنية وحرس الحدود وعناصر من الجيش. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. الأمم المتحدة تعلن أن عدد المهاجرين من مسلمي الروهينجا بلغ حوالي 580 ألف شخص منذ اندلاع الأزمة في 25 من أغسطس الماضي عليهم. مفتي الجمهورية يؤكد في كلمته أمام المؤتمر العالمي الثالث للإفتاء أن الإرهاب بات خطرا داهما يهدد دول العالم أجمع. القوات العراقية تستعيد السيطرة على أكبر الحقول النفطية بكركوك بعد انسحاب قوات البشمرجة منها. وترامب يؤكد عدم انحياز واشنطن لأي طرف في الأزمة. ميليشيا سوريا الديمقراطية تعلن سيطرتها على الرقة وتحرر مستشفى المدينة من يد تنظيم داعش الإرهابي. الآن مشاهدينا مع أولى وقفاتنا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد، وتقدمها لنا آلاء حامد. إليك آلاء. شكرا نرمين وشهاب، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة في أخبار الاقتصاد. سحر نصر تبحث مع البنك الدولي الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار قبل نهاية العام الجاري. أهلا بكم من جديد مشاهدينا وإلى التفاصيل. التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتور سحر نصر بالمدير العام الإداري للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية كريستالينا جورجيفا على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي المنعقد حاليا بواشنطن. تم خلال اللقاء بحث الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي قبل نهاية العام الجاري، فضلا عن استعراض جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ومشروعات النقل والتعليم والبنية الأساسية، بالإضافة إلى مشروعات تنمية شمال سيناء. أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن تنمية وتشجيع التصدير يعد هدفا قوميا ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية التجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتي تستهدف زيادة معدلات التصدير من خلال توسيع قاعدة المصدرين وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم لأول مجمع لخدمات المصدرين التابع لهذا
لهيئة تنمية الصادرات بمدينة السادس من أكتوبر، موضحا أن المجمع يهدف إلى تقديم حزم متكاملة من الخدمات التصديرية للمنشآت الصناعية من خلال تواجد عدد من الجهات المعنية بالتصدير في مكان واحد. سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب يقابلها مشتريات من جانب المصريين، وسجل رأس المال السوقي نحو 758.2 مليار جنيه، وذلك من خلال تداولات بلغت نحو 555 مليون جنيه. قالت حكومة الإمارات إنها ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في بداية العام 2018 باعتبارها ضريبة استهلاك عامة على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات عدا المعفي منها بموجب القانون. وتهدف الدولة من تطبيق الضريبة المضافة إلى توفير مصدر دخل جديد للدولة، مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، فضلا عن تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لإيرادات البلاد. قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند إنه على ثقة من أن بلاده ستظل مركزا ماليا عالميا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف هاموند أن قطاع الأعمال الأوروبي لا يعادل سوى جزء بسيط من نظيره البريطاني. جاءت تصريحات وزير الخزانة البريطاني في وقت تلتقي فيه رئيسة الوزراء تيريزا مي في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لتحريك المفاوضات المتعثرة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل القمة المقررة يومي الخميس والجمعة القادمين. أعلنت حكومتا الولايات المتحدة واليابان أن اليابان وافقت على تيسير إجراءات اختبار الضوضاء والانبعاثات لبعض صادرات السيارات الأمريكية. وقال مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي وتارو أسو نائب رئيس الوزراء الياباني خلال المحادثات الاقتصادية الثنائية في واشنطن، قال إن الطرفين وافقا على رفع القيود التجارية على بعض الواردات، مؤكدين على تكثيف العمل لتحقيق المزيد من التعاون في المجال التجاري بين البلدين. وإلى الصين، حيث يجري العمل على إنشاء مطار دولي جديد في مقاطعة داشينغ بالعاصمة بكين، مما يعد أحد أكثر محاور المواصلات المتكاملة الأكثر حداثة في العالم. تعتزم الصين افتتاح المطار الجديد الذي تبلغ تكلفته حوالي 13 مليار دولار في عام 2019، حيث سيتم ربطه بالطرق السريعة والأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، مما يمكن الركاب من سهولة الانتقال داخل المطار وخارجه عن طريق شبكة مواصلات حديثة. مشاهدينا، هنا انتهت هذه الوقفة الاقتصادية. عودة من جديد إلى نرمين خليل وشهاب شعلان، إليكما. شكرا لك يا آلاء. أطلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لقطات جوية لآلاف من مسلمي الروهينجا أثناء نزوحهم القسري إلى بنغلاديش عبر نهر ناف. وناشدت المفوضية العليا والمنظمة العالمية للهجرة من خلال هذه اللقطات العالم بأسره التضامن مع أزمة لاجئي الروهينجا. يشار إلى أن عدد المهاجرين من مسلمي الروهينجا بلغ حوالي 580 ألف شخص منذ اندلاع الأزمة في 25 من أغسطس الماضي جراء الاعتداءات الممنهجة التي مارستها قوات الأمن التابعة للحكومة في ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة. عقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي جلسة مباحثات مع رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يانكر لمناقشة خروج بريطانيا من المفوضية الأوروبية. يأتي هذا فيما يستعد وزراء الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع اليوم بعد أن وافق رئيس الاتحاد على إجراء مفاوضات مع المملكة المتحدة حول انفصالها عن المفوضية الأوروبية. هذا ومن المقرر أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي نهائيا بحلول 2019 بعد الانتهاء من مفاوضات عملية الانفصال في نوفمبر 2018.
الآن مشاهدينا مع ثاني وقفاتنا مع المهتمين ومحبي أخبار الرياضة، وتقدمها لنا مرة أخرى آلاء حامد. إليك آلاء وأخبار الرياضة هذه المرة. شكرا.